السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بفضل الله علينا تم الانتهاء من تصميم وتنفيذ كابينة شاور جتات دفن جروهي. بفضل الله سبحانه وتعالى أكس الرين شاور هو أكس الخلاط، وأكس الرين شاور حضرتك هو أكس الجتات بفضل الله، هو اكس الجريلا من تحت على الميزان الليزر 360 90 درجة، وعلى ميزان الليزر 360 بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه علينا. انتهينا من تصميم وحدة الشاور الجروهي. طبعا اهم حاجة الاكسات، واهم حاجة اشتغل على الخيط عشان يديني المينيو الماكسيموم بتاعي. طبعا عملنا البؤج يمين وشمال، حددنا الليفل النهائي، واخدنا الخيط الابيض ده اللي هو الوتر، وظبطنا المينيو والماكسيمم بتاعنا بتاع الخلاط. كذلك الامر عندي، عملنا البؤج وظبطنا المينيو والماكسيمم بتاع الجتات. وبفضل الله سبحانه وتعالى الاكس بتاع الجت اللي فوق هو اكس الجت اللي تحت، التلات جتات على اكس واحد بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا دي الجتات الجروهي المقاس الصغير عشان يديني اندفاع ميه، وسعره بيبقى ارخص شويه معانا. طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى الاكس بتاعي هو نفس اكس الجريلا بتاعه الشاور، كله جاي معايا اكس واحد عشان الاقي السيمتريه والشكل النهائي معايا يكون شكله جميل ولذيذ وشيق، ويبقى الشغل بفضل الله كله جاي تأكيس وتربيع على جهاز الليزر. وكذلك الامر، اخدنا الاكس بتاع الرين شاور مع اكس الخلاط هو اكس الجتات بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه علينا. طبعا بنحاول نصور من كذا رؤية عشان نسلم العميل اللي نفسي اقول اسمه بس مش عارف. طبعا العميل يعني ربنا يديه الصحة ويبارك له يا رب العالمين. طبعا الاكس فوق اهو هو اكس الجتات، هو اكس الجريل.